انا جاي اروض لكم الوحش وهقول لكم هنفك وننظف الشفاط ازاي. هنا القاهره الى ربات البيوت. اول حاجه هنفك وكل الشفاطات راكبه بالكبس كده، يعني فيها كلبسات، هتشيل دي هيطلع معاكي على طول. اول حاجه ودي مش محتاجه علام، افصلي الكهرباء، شدي الفيشه، المروحه بقى ما تخافيش منها خالص، في زرارين هتدوسي عليهم وتشدي هتطلع المروحه في ايدك بحته قماشه فيها بريل او بسفنجه وهتلمعيه من جوه، بس اهم حاجه اوعي يخش منك ميه في الموتور. الحتتين اللي فكيناهم هناخدهم على الحوض وبشويه ميه وبريل او مزيد دهون وهننضفه. اهم حاجه بقى انا بنصحك تعمليه بسفنجه علشان تعرفي تخشي بين الريش، وتشيلي اي تراب او اي دهون مستخبيه كده. بعد ما نضفناه هنسيبه بقى في اي مكان ينشف، على فوطه مطبخ، هنسيبه جنب الشباك يتهوى، بس لازم ينشف قبل ما يترك. وهنركبه بنفس الطريقه اللي فكينا بيها، المروحه هندوس عليها هتدخل لوحدها وتركب، وهنقوم حاطين الوش كبسة عليه. وبكده بقى انا عملت اللي عليا وروضتلك الوحش ونضفت الشفاط. ما تعملوش بقى زي فيديو الستاير وتردوا عليا وتقولولي الشفاط ما بيتنضفش، الشفاط بيتنضف مرة كل شهر.